في ولد كابتن برضو لأول مرة بتكلم عليه مع حضرتك النهاردة اسمه عمر الصاوي. عمر الصاوي الحقيقة بيلعب في نادي اسمه سكسفريدا الروماني، هو اللي احنا شايفينه على الشاشة. ولكن أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، يمكن الدوري الروماني مش من الدوريات القوية الحقيقة، صحيح، ولكن أنا ليه بسلط الضوء عليه؟ لأن من خلال الفيديوهات اللي شفتها ومن خلال اللي هقول لحضرتك، يعني هم لعبوا السنة دي، هو خدوا دوري تحت 19 سنة وكاس وسوبر. الحقيقة الولد ده خد أحسن لاعب في نهائي الدوري، هو الدوري عندهم هناك بيبقى في الاخر مباراه نهائيه، خد احسن لاعب في المباراه في نهائي الدوري، هو اللي بيجيب الجول. خد احسن لاعب في نهائي الكاس، خد احسن لاعب في نهائي السوبر، يعني الثلاثه كسبوهم والثلاثه هو خد احسن لاعب، وبيكرم من رئيس الاتحاد الروماني. الصوره اللي احنا شفناها من شويه دي كانت الكؤوس الثلاثه اللي فاز بيها. الاكثر من كده انه جاله استدعاء كمان لمنتخب رومانيا تحت 18 سنه، وانضم لمنتخب رومانيا وسجل معاهم. فدي كلها حاجات مبشره للاعب انا ما اظنش ابدا ان هو هيستمر في رومانيا، ممكن جدا تكون رومانيا هي لسه بدايه ليه، هو لسه 18 سنه وتبقى انطلاقه ليه. شفنا قبل كده محمد زيدان بدا في الدنمارك، دوري مش مصنف من الدوريات الكبيره، لكن بعد كده بقى واحد من اهم نجومنا في تاريخ الكره المصريه. فانا بتنبأ الولد ده انه يكون ليه شان كبير، لان زي ما بقول الواضح ان هو مميز، احسن لاعب في الدوري في الكاس في السوبر، يعني مكتسح الجوائز الفرديه هناك في سنه. المفروض ان السنه الجايه هتصعد او هيبدا مع الفريق الاول، وهنا ده كان لقاء ليه في التلفزيون، وهيتكرم من رئيس الاتحاد الروماني وهياخد جائزه احسن لاعب. وده عايش في رومانيا، مصري روماني. ده رئيس الاتحاد الروماني وهو بيدير الجائزه.